نحن اليوم مقبلون على العشر الأوائل من شهر ذي الحجة المبارك، هذه العشر الأوائل التي أقسم الله تبارك وتعالى بها في قرآنه الكريم، فقال رب العزة تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. ثم إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أوضح لنا أنه ما من عمل العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. بمعنى أن الأعمال الصالحة مستحبة في كل الأوقات، إلا أنها في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة تكون أكثر استحبابا. حقيقة الأعمال الصالحة التي يجب على المسلم اليوم يعني أن يتخطاها أو أن يفعلها يعني كثيرة. من أهم تلك الأعمال التي وصانا بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صيام هذه الأعمال على سواء الأيام عفوا. وكذلك هنالك عمل يعني يجدر بالمسلم أن يقوم به في هذه الأيام المباركة، هي إعانة الفقير وإعانة المحتاج والتصدق على الفقراء في مدينة الموصل. اليوم الحمد لله رب العالمين عوائل يعني ميسورة، تجد يعني ثمنا أو مالا تشتري لأبنائها ثيابا جديدة تطعمهم ما لذ من الطعام، ولكن بالمقابل هنالك العشرات بل المئات من العوائل الفقيرة التي لا تجد كسوة العيد، لا تجد طعاما أو توسعة على أهلها. نقول لأهلنا في الموصل: أنتم أهل الخير والبركة، وأنتم أهل العطاء، وأنتم أهل الجود، وأنتم الذين شلتم هذه المدينة أو نهضتم بها من واقعها المرير. اليوم هذه دعوة يعني من خلال مؤسساتنا الدينية إلى ضرورة استغلال هذه الأيام فيما نتقرب به إلى الله عز وجل. ومن أعظم هذه القربات إدخال السرور على قلب مسلم في هذه الأيام المباركات عن طريق الصدقات. كما أننا يعني نذكر أبناء مدينة الموصل يعني بأننا أيضا مقبلون على عمل عظيم، ألا وهو الأضحية التي سنها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن تذبح في عيد الأضحى المبارك. والحمد لله رب العالمين نجد اليوم إقبالا جماهيريا على هذه الشعيرة العظيمة. نسأل الله تعالى أن يحفظ المدينة وأهلها من كل شر، وأن يبارك فيها وفي فقرائها وفي أغنيائها وفي الجميع، آمين اللهم آمين. هنالك الكثير من العوائل المتعففة، وهناك الكثير من العوائل التي تعرضت بيوتها للدمار، وكثير من النساء التي ترملت في هذه الأحداث. وقد سبب هذا الدمار إلى ضعف في الحالة الاقتصادية لأغلب الناس وخاصة في المنطقة القديمة. نحن بدورنا كجمعية باب السرايا الخيرية و نهيب بإخواننا وأهلنا في الموصل زيادة الأعمال الخيرية، وخاصة في هذه الأيام الشريفة اللي هي عشر ذي الحجة، والأعمال فيها تكون أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى وحتى أعظم من الجهاد. احنا كجمعية باب السرايا الخيرية عندنا عدة مشاريع خيرية، منها بناء الجوامع، ومنها بناء بيوت للأرامل، وإضافة إلى في الجمعية عندنا الكثير من العوائل المتعففة والأرامل توزع لهم رواتب شهرية. لدينا الآن مشروع جديد اللي هو مشروع الأضحية كما تعودنا في كل عام. الحمد لله الإقبال شديد على هذا الأمر، وسعر السهم بالنسبة للثنايا هو 400 ألف دينار، وللأغنام 500 ألف دينار.